مين؟ مين اللي جاي في الوحلة دي؟ بحر، تعالى تعالى، عايزك دلوقتي يا صاحبي. عايزني في ايه؟ انا اللي عايزك ادخل يا راجل. بقول لك مفيش وقت، عايزك دلوقتي. مفيش وقت ايه؟ ده الجزيره كلها ما فيهاش صريخ ولا يومين. ما عشان كده ده انسب وقت. انسب وقت الايه؟ تعال استنى اجيب حاجه داري بيها نفسي عشان الميه. بسرعه. خرب بيت دماغك، انت مجنون ولا ايه؟ يا عم الحاج، انا مالي بقصه ايوب ونعسه اللي انت فيها دي؟ بطل رغي يا هيما، كل اللي عليك. عارف يا عم الحاج، هقف راجب اللي رايح واللي جاي لغايه ما جنابك تخلص. هي اول مره. ما انت عارف اهو. ولما يجي لي التهاب صدر انا دلوقتي، انت هتنفعني بايه انت وست الحسن دي؟ ابن الحلال، الحب هو الشافي لكل امراض الدنيا. طب يلا يا حنين عشان هنموت. يلا الو. ايوه يا بحر، افتح الشباك يا حبيبه. افتح الشباك؟ افتح الشباك ليه؟ انت مجنون يا بحر، ايه اللي جايبك في الجو دي؟ مجنون بيك يا بنت قلبي، ما قدرتش انام قبل ما اطمن عليكي. كانك رجعت عيل صغير من تاني. وانت كمان يا حبيبه، شايفك وانت صغيره والمطر بيغرق ضفايرك وانا بضلل عليه. ايوه فاكره، وانا ماشيه في ظلك وبتدارى فيه من المطر. اتوحشت الجو يا حبيبه. والله الدنيا من غيرك مش دنيا يا بحر. ادعي ادعي يا حبيبه في المطر ان ربنا يلم شملنا اللي قطعوه. حاضر حاضر هنا، بس اهم حاجه خلي بالك من روحك. بس انت ما تغيبش عني يا بحر، ده انت عمري كله. والله ما اقدرش يا بنت قلبي. يلا اقفل الشباك، اقفل الشباك، الدنيا برد، ادخلي جوه. يلا حبيبي بحبك. وانا كمان بحبك. بس يلا بينا نمشي، في ناس جايه. ها ها ايه؟ بقول لك في ناس جايه، يلا بينا نمشي من هنا. يلا من هنا يا عم الحاج، يلا بينا.